هنتعلم ان شاء الله في الفيديو ده طريقة الديتكشن للبروتين عن طريق الجيل الكتروفوريسيس. احنا كنا شفنا في فيديو قبل كده طريقة الدي ان اي ديتكشن عن طريق الاجاروس جيل، لكن في حالة البروتين بنستخدم الاس دي اس بيج اللي هو اختصار لصوديوم دوديكايل سلفيت بولي اكرايلاميد جيل الكتروفوريسيس. الجهاز اللي بحضر فيه الجيل بيبقى فيه قطعتين ازاز في بينهم مسافة صغيرة، والمسافة دي هي اللي انا بحط فيها الجيل بتاعي اللي انا هحضره. اول جل هحضره اسمه السيباريتنج جل. مكونات السيباريتنج جل مكتوبه هيك في الورقه. ببدا بالميه الاول، بعد كده بولي اكرايلاميد ميكشر، بعد كده 1.5 مولر تريس. بعد كده هنحط 100 مايكروليتر من الاس دي اس. و 100 مايكروليتر من الاي بي اس اللي هو الامونيوم بيرسلفيت. واخر حاجة تمت هحط 10 مللي لتر. واعمل جنتل ميكسينج المكونات كلها، وبعد كده هبدا احطها في المسافه اللي قلنا الصغيره اللي هنا دي باستخدام بايبت.
طبعا ما بحطش الجل للاخر، بسيب مسافه فوق صغيره عشان احط فيها الاستاكنج جل. طبعا الجهاز بيبقى فيه مكانين، طبعا هنلاحظ ان انا بعد ما حطيت السيباريتنج جل لقيت ان اتكون اير بابلز فوق نتيجه خروج الاكسجين. الاير بابلز دي المفروض لازم اتخلص منها، عشان اتخلص منها بحط ايزو بروبانول. هنحط ايزو بروبانول على السيرفس كده فوق، فهنلاقي ان الاير بابلز دي راحت. طبعا الايزوبروبانول ده مش هيحصل له ميكسنج بالجل بتاعي، يعني في الاخر الجل هيحصل له بوليمرايزيشن عادي، والايزوبروبانول هيفضل ليكويد زي ما هو على السيرفس. السبريتنج جل ده بياخد حوالي 1 اور عشان يحصل له بوليمرايزيشن، فاحنا هنستنى 1 اور لحد ما الجل يجف. بعد ما الجل بيحصل له بوليمرايزيشن للستاكنج جل، هقوم ارمي الايزوبروبانول اللي موجود على السيرفس اللي انا كنت صباه، اغسله بميه كويس، وهستخدم فلتر بيبر عشان انشف مكان الميه اللي انا غسلت بيها. دلوقتي هبدأ أحضر مكونات الستاكينج جل، الجل اللي هيبقى في الجزء اللي فوق ده. دي التحضيرة بتاعته، هحط أول حاجة 3 مللي من المية، المكونات بتاعة الستاكينج جل هي هيها المكونات بتاعة السيباريتنج جل، بس نسبة الأكريلامايد هنا بتكون قليلة بحيث إنها تخلي الجل هايلي بوروس، فالبوراسيتي العالية دي بتخلي البروتينات سواء صغيرة أو كبيرة كلها تتحرك بنفس السرعة في الجل ده. البولي أكريلامايد 670 مايكروليتر،50 مايكروليتر اس دي اس، خمسين مايكروليتر اي بي اس، واخر حاجه هحط تمت حوالي 5 مايكروليتر.
ممكن بعمل جنتل ميكسنج، وممكن قبل ما احط الستاكينج جل قبل ما اصبه على السيبريتنج جل احطه عليه فوليوم قليل من البروموفين البلو داي عشان بس تدي لون، عشان ابقى شايفاه بس بعيني، لان لو الاثنين شفافين مش هبقى شايفه الفرق بينهم. كده الجل الستاكينج جل بتاعي هبدا احطه فوق السيبريتنج جل باستخدام بايبت بنفس الطريقه. وهو لسه ليكويد قبل ما يحصل له بوليمرايزيشن او محطه مركبه الكامب بتاعي بالشكل ده. وبسيبه برضو يوم من نص ساعه لساعه لحد ما يحصل له بوليمرايزيشن ويجمد. المفروض يا جماعه ان الفرق بين الجلين ان الجل اللي هو الستاكينج جل ده البوروسيتي بتاعته بتبقى عاليه، فالبروتينات بتاعتي بتتحرك كلها بنفس السرعه سواء كبيره او صغيره لحد ما يحصل لها ستاكينج على السيرفس بتاعه الحافه بتاعته هنا على شكل يونيفايد لاين، بيبقى لاين مركز من البروتينات بتاعتي بحيث انها كلها تبدا يحصل لها سيباريشن في السيباريتنج جل من نفس النقطه وتبقى البروتينات مركزه. السيباريتنج جل بيقدر يفرق بين البروتينات على حسب السايز بتاعها، فالبروتين اللي السايز بتاعه صغير بيقدر يتحرك بسرعه خلال السيباريتنج جل ويوصل تحت اسرع، لكن البروتين الكبير بيبدا فوق شويه ما بيتحركش بسرعه زي البروتينات الصغيره. الستاكينج جل بيحصل له بوليمرايزيشن، بشيل الكومب اللي انا حطيتها، فهنلاحظ ان الكومب بعد ما شفتها سابت مكانها فراغات، دي الفراغات اللي انا بحط فيها السامبل بتاعتي. بعد كده بنفك الجهاز عشان احط الجل بتاعي في الالكتروفوريسيس تانك. بس شلت البليتس الازاز من البلاستيك الاولاني ده اللي كان محطوط فيه وحطيته في حاجه تانية بحيث انها تدخل في التانك اللي انا هعمل فيه الالكتروفوريسيس. اهو الجل بتاعي موجود جوه اهي، وهي الفتحات بتاعته. بعد كده اصب الجلايسين بافر اللي هو الالكتروفوريسيس بافر في التانك. البروتين سامبل بقى بتاعتي يا جماعه قبل ما هحطها في الويلز لازم احط عليها الاول اللودنج داي. اللودنج داي دي من ضمن مكوناتها في اس دي اس وبيتا ميركابتو ايثانول، وطبعا فيها جليسرول وبروموفينول بلو. الجليسرول عشان يتقل العينه بحيث انها تدخل جوه الويل وما تخرجش منها، والبروموفينول بلو عشان يديها لون. بعمل ميكسنج للعينه بتاعتي بالداي، وبعد كده قبل ما اعمل لها ابلكيشن بغليها في ووتر باث لمده 10 دقائق
التسخين ده مع وجود الاس دي اس والبيتا من كابتو ايثانول بيعملوا دي ناتوريشن للهاي اوردر بروتين ستراكشر، فيبقى البروتين على شكل لينير فورم ويحصل له سيباريشن بشكل كويس على حسب السايز بتاعه. بعد ما العينات بتاعتي بتغلي 10 دقايق هحط اول حاجه اللادر بتاعي فول من الويلز، وبعد كده ابدا احط بقيه العينات بتاعتي في الويلز الباقيه. حطيت العينات بتاعتي كلها، بقفل الجهاز طبعا، وصلت الالكترودز بتاعتي وبعد كده بشغل الجهاز. العينات بتاعتي هتبدا تتحرك ناحيه الانود، طبعا انا هبقى شايفه اللودنج داي وهي بتتحرك، فهقدر اتابع البروتين بتاعي لحد ما يوصل الداي للاخر الجل هوقف الجهاز. دلوقتي البروتينز موجوده في لاين على نهايه الاستاكنج جل، هيبدا يحصل لها الوقت سيباريشن اكوردنج تو زير مولكيولار ويت على السيباريتنج جل. كده وصلنا لنهايه الرننج. بعرفها ازاي؟ ان الاقي الداي بتاعت البروموفينول بلو وصلت للاخر بتاعت البلاس بليت زي ما احنا شايفين موجود في الاخر خالص. تمام كده خلاص ببدا افصل الجهاز، وبعد كده بفك الجهاز وابدا اعمل ديتكشن للبروتين. بعد كده هنفك الجهاز بتاعي عشان اشيل الجل عشان اقدر اعمل خطوه الديتكشن. الجل طبعا كان موجود بين التو بليتس دول، فانا هشيله بالراحه من النص. ممكن افتح الميه عشان اسهل العمليه دي. بعد كده بشيل الجل بالراحه. حطه في طبق في الستيننج سوليوشن اللي فيه صبغة الكوماسي بلو، وبعد كده بنسيبه على الشيكر اوفر نايت. بنشيل الستيننج سوليوشن هنلاحظ ان الجل بقى كله لونه ازرق. الداي نفسها بتمسك بيرمننتلي في البروتين، لكن في نفس الوقت بيحصل لها بنتريشن خلال الجل، فاحنا عشان نشيل الاكسس داي اللي دخلت في الجل دي بنحط دي ستيننج سوليوشن. بس هغسله بس مره الاول بميه وبعد كده بحط الدي ستيننج سوليوشن، هيشيل الاكسس داي اللي حصل لها بنتريشن في الجل. وبنحطه على الشيكر لحد ما الاكسس داي تخرج خالص من الجل ويفضل عندي بس البانز اللي لونها ازرق بتاعه البروتين،
والجل يبقى لونه ابيض.